معنا عطر ماضيها من الأرواح نحكيها مآرب لها قصاص على ذكرى خواليها مآثرها لنا رسمت بإتقان مبانيها زمان المجد خلدها لقاصيها ودانيها أكثر من 11 قرناً مرت على هذا المسجد، مسجد النور في ولاية مرباط منذ بنائه الأول، وهذا الشاهد الحجري يؤكد التاريخ. فهذا الحجر المعروض في حصن مرباط حفرت عليه سنة إنشاء المسجد سنة 312. الحجر كان جزءاً من سرية المسجد قبل بنائه الأخير، حفر فيها التاريخ نقلاً من كتابة على محراب في بناء أقدم للمسجد، كي يبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال أن مسجد النور وأقدم المساجد العمانية. المسجد يتوسط مدينة مرباط القديمة، تحيطه البيوت والحارات الأثرية، يشرف على بحر العرب وميناء مرباط المعروف باسم البندر، وقريباً منه جامع مرباط التاريخي الذي بني بعد مسجد النور بحوالي 200 سنة، يتجاوران عبر التاريخ في الجغرافيا ذاتها. مسجد النور كان مبنياً بالحجارة والنورة، ومئذنته مخروطية الشكل على النمط القديم للمساجد في جنوب عمان، ويتكون جدار القبلة من بابين يتوسطهما المحراب، وكانا يفتحان ناحية البحر للتهوية وقت الصيف. مرت على مسجد النور عبر تاريخه الطويل بدءا من القرن الهجري الرابع الذي يوافق القرن العاشر الميلادي العديد من الترميمات والتجديدات، وأعادت الحكومة بناءه عام 1984 للميلاد. مسجد النور من المساجد التاريخية القديمة، ومر عليها الآن حوالي 1126 عام منذ تأسيسه، وله دور كبير هذا المسجد في كثير من الأمور الدينية، ومر بترميمات كبيرة من هذاك العهد إلى عهدنا، عهد مولانا جلالة السلطان. المسجد قديم مبني بالطوب وبالأحجار القديمة والطين والمواد البناء اللي القديمة. في السنوات الأخيرة وفي عام 84 بالذات يعني بنته الحكومة ورممته الحكومة على حسب هيئته القديمة، بنى ثابت وبنى جيد وهكذا، وهو لازم بنى ثابت إلى الآن حسب ما رأيته في عام 84. الموقع الذي يتوسط فيه مسجد النور منطقة حيوية في المدينة، ومجاورته لأهم معالمها، له مكانة كبيرة في المجتمع عدا كونه دار عبادة، وكان له إسهامه في تاريخ مدينة مرباط بشكل عام، فتوالى عليه عدد من العلماء، وكانت تعقد فيه حلقات تعليم القرآن الكريم ودروس الفقه واللغة، وهو من المساجد التي لها خصوصية تاريخية وروحية عند أهل مرباط، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، حيث يقام ختم القرآن وحلقات الذكر والمدائح النبوية، وهي مستمرة إلى أيامنا هذه. هذا المسجد كان تقام فيه حلقات القرآن، دروس يعني في حلقات القرآن، وكان الختم
تقام فيه، وكانت الموالد، وكان كثير من الأمور الدينية تقام في هذا المسجد حتى إلى تاريخنا الآن في رمضان. أيضا الختم في بين الوقت والآخر بعد 15 يوم رمضان يقام فيه أيضا حلقات الدين في شهر رمضان المبارك، إلى هذا التاريخ لا زال. وتعاقبوا على هذا المسجد كثير من الأئمة، منهم القاضي عبد الله بن سالم الكاف، ومنهم أيضا القاضي والدنا سالم بن عبد الله الكاف، وكثير من العلماء اللي تعاقبوا المسجد وقاموا عليه هم يقومون بحلقات الذكر وحلقات القرآن وحلقات العلم والأمور الدينية في هذا المسجد، وقائمين فيه حتى الله سبحانه وتعالى اختار. ونحن الآن خلفنا على نفس النهج الحمد لله رب العالمين. ويتذكر أهالي برباط بكل فخر مسجد النور الآتي من عمق التاريخ، وقد عاصر أجيالاً من أهلها، وكان شاهداً على أحداث كثيرة في مرباط وعموم ظفار، وهو من المساجد التي يزيدها التاريخ عبقاً وروحانية لا تتوفر لكثير من دور العبادة. رموز العلم وهم تشيدها يديها، وأهل الخير إن وقفوا لنا طابت مساعيها. جميل عطائهم يبقى وفيض شموخهم فيها، محارب على التقوى وبالبشرى أمانيها.